بقلب كده استوقفني بوست لواحدة بتقول انا كرهت عيشتي يا جماعة بسبب البلوجرز وحياتهم والرفاهية الفظيعة اللي هم عايشين فيها. انا والله العظيم مش بلاقي لابني حق علبة اللبن. طبعا بنات كتير بيأيدوا كلامها وعمالين يقولوا لها، واحدة بتقول منهم انا اصلا بنيم ولادي من غير عشاء، واحدة تانية بتقول انا نفسي اوصل بس الربع المستوى اللي هم عايشين فيه، وكلام زي كده. قبل ما تتمردي على عيشتك تعالي اقول لك كلمتين. تعالي نرجع ل5 سنين ورا، هتلاقي ان البنات دول كلهم اللي انت منبهره بحياتهم كلهم كانوا حياتهم زيك بالظبط او اقل كمان. ولكن اللي بيحصل ايه؟ ان كل حاجه متقدمه لهم فور فري، القاعه الفخمه اللي انت شايفاها، الديكور الفظيع، التورته الرهيبه، الـ3 فساتين اللي بيتلبسوا في الفرح، الميك اب، والكل ده يا جماعه فور فري، كل ده متقدم لهم مقابل الدعايه بس. الموضوع مش بيقف هنا وبس، لا ده كمان اغلب الجهاز اللي هما بيجيبوه سواء مراتب او سجاد او ستاير او اي حاجه بتبقى برضو فور فري او مقابل الدعايه او بتخفيض، مفيش حاجه بيدفعوا ثمنها، هما كل حاجه بتتقدم لهم فعلا فور فري كل حاجه. ولكن عشان توصلي للمستوى ده وكل حاجه تتقدم لك فور فري، فانت مطلوب منك ان حياتك تبقى على المشاع، مفيش خصوصية خالص في حياتك، كل الناس تشوف كل تفصيلة في يومك، انت كمان بتبقي عروسة على الكوشة وفي حد ماسك تليفونك بينزل ستوريز وبيصورك لايف وبينزل كل تفصيلة في فرحك علشان ما تنسيش حد من اللي مقدمين لك حاجات، ما تنسهوش في الدعاية. يعني حياة خالية تماما من الخصوصية، فما افتكرش ان دي حاجة ممكن تعجبك قوي. نصيحة مني بجد، لو في اي حد هيخليكي تكرهي عيشتك وتتمردي على حياتك وتتمردي على جوزك الغلبان اللي بيوفر لك لقمة عيش حلال، الغي المتابعة على طول فورا حالا. حاولي ترضي بعيشتك وترضي باللي قسمه ليكي ربنا. انفتاح الطبقات الثقافية على بعضها والطبقات الاجتماعية على بعضها خلى الكارثة دي تحصل، ان كل الناس شايفة حياة بعضها. الغوا متابعة اي حد هيخليكوا تكرهوا حياتكوا وتكرهوا عيشتكوا.